السلام عليكم، أنا خديجة فيصل، طالبة تحاليل طبية، واليوم رح بلش إن شاء الله بشرح مادة هيماتولوجي. هلا أول شابتر اللي هو عن البيسك هيماتولوجي. بهذا الشابتر رح نتعرف على مكونات الدم ووظائفهم بشكل عام. الهيماتولوجي بدي أعرف لي شو يعني علم الدم، اللي هو علم الدم. الهيماتولوجي هو علم بيبحث بكل شيء بخص الدم، من مكونات وتكوين ووظائف وأمراض بتخص الدم. شو هو البلود اللي هو الدم؟ هو فلويد تيشو، سائل نسيجي بيحتوي على suspended cells يعني خلايا معلقة، وكمان فيه substances بينتقلوا فيه. هاي المواد ممكن أنها تكون digested food substances اللي هي المواد المهضومة، الطعام المهضوم عفوا، مثل الأمينو أسيدز والجلوكوز. ممكن أنها كمان أنها تكون المنتجات الإخراجية من الجسم والأنسجة. ممكن كمان أنها تكون أكسجين والكربون ديوكسيد للرسبيريشن للتنفس. كمان الدم بيحمي الجسم من الباثوجينز، من الممرضات. البلد كومبوزيشن، شو هي مكونات الدم؟ خمس مكونات رئيسية للدم: البلازما اللي هو الجزء السائل، الار بي سيز كريات الدم الحمراء، والوايت بلاد سيلز خلايا الدم البيضاء، والبليتلت الصفائح. هاي الصورة بتوضح مكونات الدم بالكابيلاري تيوب. الكابيلاري تيوب هاد عملنا له سنترة على جهاز السنترفيوج، وجهاز السنترفيوج هو بيعتمد على مبدأ الكثافة بفصل المكونات. فمثلا هون عندي الريد بلاد سيلز هي أعلى كثافة. بعدين بيجي الوايت بلاد سيلز اللي هي موجودة بطبقة البافي كوت، بنسميها هاي الطبقة البيضاء البافي كوت. وهاي هون البلازما اللي هو الجزء السائل، طبعا هاي هي الكابيلاري تيوب، بنحطها بالسنترفيوج وبتفصل لي، بنحط عينة الدم فيها مثلا وبتفصل لي مكونات الدم لمكوناته الرئيسية الخمسة. هلا بنبلش نحكي عن البلازما. البلازما هو بيل يلوش، لونه أصفر شاحب، سائل طبعا، حجمه بالإنسان الطبيعي البالغ النورمال أدلت من 2 ل 3 لتر. مكونات البلازما عندي الووتر هو أكتر مكون 90%، والبروتين 8%، ورح نتعرف شو هم البروتينات وشو وظائفهم. كمان عندنا الانأورجانيك أيونز المواد الغير عضوية 9% مثل صوديوم بوتاسيوم كالسيوم إلى آخره، والأورجانيك سبستانسز المواد العضوية تحت 1.1% من البلازما. هلأ رح نتعرف شو هم البروتينات الموجودين بالبلازما. أول بروتين اللي هو الألبومين، واللي هو بياخد 60% من بروتينات البلازما. يعني من 8% هدول عنا 60% ألبومين، وعنا 36% جلوبيولينز، وعنا الفايبرونوجين والبروثرومبين بضللهم بس 4% من 8% هدول. والفايبرونوجين والبروثرومبين مهمين بعملية الكلوتينج اللي هو عملية التخثر. بنشوف شو هم وظائف البروتينات هاي. أول وظيفة اللي هي الترانسبورتيشن. الترانسبورتيشن اللي هي النقل للمواد الغير ذائبة بالجسم، ننقلهم بالجسم عن طريق هاي البروتينات، وأهمها اللي هو الألبومين، السيرم ألبومين هو أكتر بروتين بيشتغل بعملية النقل. عنا الوظيفة الثانية اللي هي البلود كلوتينج اللي هو التخثر، حكينا الفايبرونجين والبروثرومبين. responses to accordance to disease اللي هي رد فعل الجسم كمان عن طريق هاي البروتينات، مثل الانفلاماتوري ريسبونس. من هاي البروتينات اللي بتشتغل بعملية الانفلاماتوري اللي هو الكومبليمنت أو السيري أكتيف بروتين اللي بينتج من الليفر. هذا الشيء رح تاخدوه بالتفصيل الممل بالمناعة. كمان لهم وظيفة بالبروتكشن، حماية الجسم من الانفكشن، مثل بروتين الجاما جلوبيلينز، هذا بروتين طبعا. والبالانس فور ذا بي اتش اوف ذا بلاد اللي هو لازم يكون 7 زائد أو ناقص 0.5. مكون الثاني من البلازما اللي هو الأورجانيك سبستانسز. البلازما كاري أورجانيك سبستانسز بتحمل المواد العضوية، مثل اللي هي المواد الغذائية مثلا، مثل الدايجستد فود سبستانسز المواد المهضومة، عن الجلوكوز، الأمينو أسيد، الجلايسيرول، الكوليسترول، الفيتامينز. كمان الويست برودكتس يعتبر من الأورجانيك سبستانسز بالجسم. شو هم مثلا؟ عندنا اليوريا
اللي هي ناتجة من الأمونيا، والأمونيا هي بتكون ناتجة من تحطيم الجسم للبروتينات، فالأمونيا كتير سامة، فالجسم بحاول يحولها لمكون أقل سمية اللي هو اليوريا، عن طريق أنه ينقل الأمونيا للليفر، والليفر بعملية اليوريا سايكل بحول الأمونيا لليوريا، هاي اليوريا بترجع بتروح للكدني لتطلع مع اليورين. السيلولار ويست اللي هي المخلفات الخلوية، كمان عندنا الهرمونز هو من الأورجانيك سبستانسز مثل الكورتيزول والثايروكسين، طبعا مثل ما بنعرف انه هم بينتجوا من الاندوكراين، من الاندوكراين جلاندز، ولازم يروحوا للتارجت تيشو، فهدول بيرتبطوا بالبروتينات البلازما مثل ما قلنا اللي هو الألبومين اللي هو شغال بعملية النقل. كمان الميديسن والدراجز الأدوية اللي بناخدها تعتبر من الأورجانيك سبستانسز الموجودة بالبلازما. هلأ بدنا نحكي عن المكون الثاني بالدم اللي هو الار بي سيز أو بما يسمى بالإريثروسايت. The red blood cells هي the most common cells found in blood. كل واحد ميلي لتر مكعب فيه 5 مليون خلية دم حمراء. طبعا هذا العدد مو والله محدد بكل شخص لازم خلص والله يكون فيه 5 مليون، لا طبعا هذا العدد بيختلف لحسب العمر، حسب الهيريديتي، الوراثة، السكس، فيميل أور ميل، الستيت هيلثي، الستيت أوف هيلث، حالته الصحية. هاي الخلايا بينتجها البون مارو بعملية اسمها الإريثروبايسيز، إلها كمان مدة حياة لايف سبان من 3 لـ 4 شهور، يعني حوالي 120 يوم. هلأ لما هاي الخلايا بتموت، مع إحنا حكينا إنه إلها مدة حياة محددة. هلأ لما هاي الخلايا بتموت كيف بتموت؟ عن طريق الماكروفاجز. وين موجودين هدول الماكروفاجز؟ بالليفر والسبلين. الماكروفاجز الموجودين بالليفر والسبلين بيحطموا لي الار بي سيز، وكمان بيقولوا عن السبلين مقبرة الدم. لما بيتحطم الار بي سيز، هلا مثل ما بنعرف انه من مكونات الار بي سيز اللي هو الايرون، من مكوناته الرئيسيه الحديد، فهاي عمليه التحطيم او الدسترويد بيطلع بيصير ريليز للايرون. هذا الايرون بيروح بيتخزن بالليفر مشان مره تانية لما يصير في تصنيع للار بي سيز نستخدمه. اوكي هلأ بدنا نشوف الستركشر للار بي سيز. اللي بهمكم تعرفوا اكتر شيء انه هي الار بي سيز شكلها بايكونكيف شيبت وذ فلاتنت سنتر، مثل ما هون شايفين هون الفلاتنت سنتر، سنتر مفلطح وبايكونكيف شيبت، هيك يعني مقعرة الوجهين بمعنى اخر. كمان انه اكتر شيء مهم هون انه هاي الريد بلد سيلز دونت هاف ا نيوكليوس، ما فيها نوية ابدا، هذا الشيء كتير مهم. الريد بلد سيلز كونتين هيموغلوبين، فيها الهيموغلوبين، هاد الهيموغلوبين هو اللي بيعطيها اللون الاحمر. الهيموغلوبين بيحتوي على الايرون قبل شوي حكيناها. الايرون هاد كتير مهم لنقل الـ O2 والـ CO2 مشان ينقل الـ O2 من اللانجز لباقي انسجة الجسم، اجزاء الجسم، والـ CO2 من التشو تبع الودي لللانجز. الار بي سيز ار هايلي إلاستيك، كتير هي إلاستيك ومرنة. ليش؟ مشان تكون قادرة، يعني سبحان الله، مشان تكون قادرة انه تعمل تضغط حالها لما تمر بالكابيلاري وولز اللي هم الشعيرات الدموية، ونحن مثل ما بنعرف هم كتير يعني رفاع، فمشان تكون قادر انها تمر بهاي الكابيلاري عندها خاصية الإلاستيسيتي. شو وظيفة الار بي سيز؟ مهمة كتير بعملية الريسبيريشن، التنفس، بنقل الغازات الـ O2 من اللانجز لباقي انسجة الجسم عفوا. فالـ O2 readily combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. هذا المصطلح يعني لما بيكون عندي الهيموغلوبين مشبع بالـ O2، والهيموغلوبين مشبع بالـ O2 بخلايا الدم الحمراء الموجودين باللانجز. Where there is high concentration of oxygen، لأنه بيكون في عندي نسبة كبيرة من الأكسجين بمنطقة اللانجز. Will break down to release oxygen when there is low O2. هاي الأكسجين بيصير لهم release بالأماكن اللي بيكون في عندي low O2.
الأرويس is also carry part of the CO2 waste، كمان هي بتحمل CO2 waste اللي هو ضار للجسم، يعني إنه waste مخلف لازم نطلعه لبرا الجسم من الخلايا وبينتقله عن طريق البلازما. We eat make approximately 10 to power 12. هلأ نحن كل يوم منصنع 10 أس 12 خلية دم حمراء، وهاي العملية عملية تصنيع الـ RBCs اسمها الـ Erythropoiesis، وفي إلها شابتر كامل عن هاي العملية. هون بيوضح لي بالإلكترون مايكروغراف شكل خلايا الدم الحمراء، شوفوا كيف حلوين flattened by concave. هون بصبغة، صبغة ومسحة الدم اللي هي البلد سمير تحت الميكروسكوب، بفرجيني إياها كيف. هاي الرسمة بتوضح لي الـ RBCs وإنه كيف تتكون من الهيموغلوبين. الهيموغلوبين أول شيء عنا الجلوبين هو بروتين. هاد الجلوبين اللي هو هدول الـ 4 chains بتكون من 4 chains، ألفا chain هاي وهاي مقابلين بعض، وعنا البيتا chain هاي وهاي كمان. طيب هدول الجلوبين، هاد الجلوبين هو هيليكال شيب، شكله حلزوني، بيتكون من بولي بيبتايد مثل ما شايفين، هاي بيبتايد هاي بيبتايد، فهو متعدد البيبتايد. طيب هلا كل جلوبين فيه هون بيحتاج لهيم جروب، هذا الهيم جروب، وعلى هذا الهيم جروب في عنا اف اي اللي هي ذرة الحديد، فعنا 4 هيم و 4 اف اي، اربع ذرات حديد بالار بي سيز الوحدة. طيب هون الشق الثاني اللي هو بيقول لي انه الاوكسي هيموغلوبين، مثل ما حكينا قبل شوي انه الهيموغلوبين لما بيكون مشبع بالاكسجين يطلق عليه ريلاكسد بايندينج ستراكشر، تكون مشبع بالاكسجين، اما لما بيكون منزع الاكسجين بيكون اسمه تايت بايندينج ستراكشر ويطلق عليه الديوكسي هيموغلوبين، يعني ما فيه اكسجين منزوع الاكسجين. تمام عفوا. الريد سيل الديميتر، الدياميتر لإلها 8 مايكرومتر، والمايكرو سيركيوليشن اللي هو مثل الكابيلاري، مثلا الكابيلاري المايكرومتر إلها 3.5، فهي بسبب انه عندها حكينا الإلاستيسيتي قادرة انها تمر بهذا 3.5 مايكرومتر تبع المايكرو سيركيوليشن، لأنه عندها خاصية المرونة مثل ما حكينا. Its total journey throughout its 120 يوم، يعني بيقول لي انه بطول مدة حياتها هي بتمشي اللي هم 120 يوم، بتمشي او بتقطع حوالي 480 كيلومتر، يعني 300 ميل. هلا مشان تكون قادرة انها تؤدي وظائفها بشكل كامل فهي بتحتاج لإنيرجي. هاي الانرجي اللي هي الاي تي بي الادينوسين ترايفوسفيت بتولدها، هي عندها القدره على توليدها عن طريق عمليه تحليل الجلوكوز اللي هي جلايكولايسيس. طيب هلا نيجي للمكون الثالث من الدم اللي هو البليتلتس. البليتلتس اهم شيء نعرفه انه هو نان نيوكليتد، كمان هو فراجمنتس قطع من شو؟ من السيتوبلازم. طيب من السيتوبلازم تبع الميجا كاريوسايت اللي هي موجوده بالبون مارو، فهذا السيتوبلازم تبع الميجا كاريوسايت بيعطيني هاي البليتلتس. الفانكشنز تبع البليتلتس اهم شيء هي بتحفز عوامل التخثر وبتتجمع في حال الجروح. نقرأهم. They secrete a hormone called serotonin. بتفرز هرمون السيروتونين اللي هو بيعمل على contract blood vessels مكان الجرح، بيقلص blood vessels. كمان لها دور رئيسي انها تتجمع او تكون مجمعة بمكان الجرح، فهي بتعمل sticking على بعضها، يعني بتلتصق مع بعضها مشان تعمل blood gaps، تملأ الفجوات اللي المحطمة بالblood vessels نتيجة الانجري الجروح مثلا. They are rich in activators for some proteins. كمان هي غنية بمنشطات لبعض البروتينات. هاي البروتينات بتشكل fibers لما نشط البروتينات اللي
لما نشط البروتينات هاي بتشكل لي فايبرز الياف على شكل شبكه، وهي بتساعد على تشكيل الكلوتينج اللي هي الخثره، فبيتوقف النزيف. هاي شكل البليتلت، لا مو هون البليتلت، هاي شكل الوايت بي سيز هون والار بي سيز. الوايت بي سيز لانه هلا بدنا نحكي عن الوايت بي سيز. طيب الوايت بلاد سيلز هو مسؤول بشكل رئيسي عن الديفنس سيستم، عن جهاز المناعة بالجسم. بشكله 6000 عنا 6000 خلية دم بيضة بكل 1 ملل من الدم. الوايت بي سيز fight infections and protect our body from foreign particles، بتحمي الجسم من العدوى من الفورين بارتيكلز، من الأجزاء الغريبة اللي ممكن تدخل على الجسم مثل الـ harmful germs، الجراثيم والبكتيريا. are formed from the stem cell of the bone marrow، بيتكونوا من الستيم سيل الموجودين بالبون مارو. كمان إلها life span تقريبا couple of days، أيام يعني أو يومين، حتى أحيانا في أنواع من الوايت بي سيز بتكون مدة حياتها بس ساعات. when they die they are destroyed by surrounding white blood cells and replaced with new ones، بتموت كمان عن طريق السبلين اللي هو بواسطة الماكروفاجز. شكل الوايت بي سيز، هلا بما انه الوايت بي سيز بتختلف عن الار بي سيز انه ما فيها هيموغلوبين، فمعناته بتكون كلرلس. كمان في اختلاف رئيسي انه فيها هي نيوكليوس، الار بي سيز ما فيها، والشيب لها irregular غير منتظم. فكل نوع من الوايت بي سيز له شكل معين. So they are fewer، هي أقل، الوايت بي سيز بتكون أقل من الار بي سيز، الار بي سيز بالملايين أما الوايت بي سيز بالآلاف مثل ما شايفين. they are much bigger، بس هي أكبر بالحجم الوايت بي سيز. they can change their shape easily، كمان إلها خاصية الإلاستيسيتي اللي هي السكويز، تضغط حالها مشان تمر بالجدران أو بال walls of the blood والمايكرو ريكيوليشن. تمام، هلا types of white blood cells، خلينا نعرف شو هم الانواع الخمسة من الوايت بلود سيلز. هي الوايت بلود سيلز مو مثل الريد بلود سيلز والبليتلتس، هناك ما كان في انواع، خلص ريد بلود سيلز ريد بلود سيلز. اما هون الوايت بلود سيلز لا، لها خمس انواع مختلفة، وهدول الانواع بيدخلوا وبيأثروا بالبوديز اميون سيستم. اول واحد اللي هو النيوتروفيل. النيوتروفيلز اهم شيء نعرف انه هو اكثر، طبعا هو اكثر عدد من خلايا الدم البيضاء الموجوده بجسمنا، من 40% ل 70% بتشكل من التوتال وايت بلاد كاونت بالبلاد ستريم. النيوتروفيل بتكون قريبه من اماكن الانفكشن، خاصه البكتيريال انفكشن، وهي كمان طبعا من خلايا البلعمه الانفكشن او الانجري الجروح. And stick to the walls، بتلتصق بالجدران الأوعية الدموية، وبتعمل engulf بلعمة للفورين بارتيكلز، للجزيئات الغريبة اللي دخلت وحاولت إنها تفوت على blood stream. هاي النيوتروفيل بتلقطها. they can also be found in the pus of wounds، كمان ممكن إنها تكون بالpus تبع الجروح. الأيوسينوفيل النوع الثاني من الوايت blood cells بشكل 2-4%، والأيوسينوفيل مهم بالباراسايت انفكشن، خاصة الهلمنثك الديدان. These cells are also responsible for allergic response، كمان بتدخل بالرد الفعل، الرد الفعل الجسم للحساسية الالرجن، الالرجيك ريسبونس. البازوفيل بتشكل أقل من 1%، وهي أقل خلايا دم بيضاء موجودة بجسمنا، تحت تحفيز معين، a massive release of granule contents، يعني انها هي بتفرز الجرانيولز، هي بداخلها جرانيولز. هاد الجرانيولز بيحتوي على الهيبارين والهيستامين. الهيبارين اللي هو بيعمل فازو دايليشن او التوسع للاوعية الدموية، كمان بتدخل هاي بعملية الالرجيك، العملية الحساسية بالجسم. and other substances which mediate hypersensitivity reaction within the blood، مثل ما حكينا انه هي كمان لها مواد تانية بتدخل بعملية الحساسية.
المونوسايت بتشكل من 2 لـ 8% من الوايت بلاد كاونت، هي أكبر خلايا الدم البيضاء الموجودة بجسمنا. بتكون هلأ المونوسايت، مونوسايت اسمها لما بتكون بالبلاد ستريم بيكون اسمها مونوسايت، وبتكون مدة حياتها أيام من 4 لـ 6 أيام. أما هاي المونوسايت لما بتهاجر وتعمل مايجريشن للتشو بتروح على أنسجة الجسم بصير اسمها ماكروفيجز، بتصير خلايا بلعمة. وهاي بصير مدة حياتها أو اللايف سبان لإلها شهور تقريبا. بتعمل ريموف للفورين بارتيكلز وبتمنع هجوم أو الانفيجن أو غزو الجيرمز الجراثيم اللي ما قدرت النيوتروفيل تخلص عليهم من الجسم، تبعدهم منه، من تعمل لهم انجلف، نيوتروفيل ما قدرت تعمل لهم انجلف، فهي الماكروفاجز بتعمل لهم انجلف افكتيفلي تماما. هلا النوع الاخير اللي هو الليمفوسايت، هذا الليمفوسايت عندنا التي سيل والبي سيل. الليمفوسايت بينتج الانتيبوديز من وظائفه الرئيسيه انتاج الانتيبوديز اللي هي الأمينوغلوبيلين نفسها، ضد التوكسينز، ضد السموم اللي بتفرزها البكتيريا والأذر انفكشن، الأذر انفكتينج جيرمز. These antibodies will cause the foreign particles to cluster. هاي الانتيبوديز شو بتعمل؟ بتخلي الجزيئات هاي الغريبة اللي دخلت على الجسم تعمل كلاستر، تتجمع على بعضها مشان الليمفوسايت أو الفاغوسايت تقدر تعمل لها انجلف بالعمى. The nature of lymphocyte is highly specific and they can only recognize certain antigen. يعني الخلايا الطبيعية، الليمفوسايت الخلايا الطبيعية بتكون highly specific، إلها بتكون محددة. الانتيجين بتكون محددة لانتيجين معين، يعني كل خلية تي سيل أو بي سيل إلها انتيجين معين، فهاد لما بتتعرف على الانتيجين المعين بتفرز انتيبادي ضد الانتيجين هاد اللي فات على الجسم أو اللي تعرفت عليه والانتيجين اللي أظهره الفورين بارتيكلز. هلأ منيجي للشي الكتير مهم بالشابتر اللي هو اللابوراتوري ايفالويشن، التقييم المخبري. أول فحص رح ناخده أو اللي هو اللي بيشمل كل خلايا الدم اللي هو السي بي سي. هذا السي بي سي بيشمل الار بي سيز والريتيكولوسايت اندكس، رح نشوف شو هو، اكزامينيشن اوف بيريفيرال بلاد سمير، كومبليت بلاد كاونت اللي هو السي بي سي كتير بنسمع عنه. شو هذا الفحص؟ هذا الفحص هو اوتوماتيد كاونت اوف سيلز اوف ذا سيلز ان ذا بلاد، بيعد لي الخلايا بالدم. It provides information، بيعطيني معلومات عن الوايت بلاد سيلز، عن الار بي سيز وعن البليتلتس كمان. هلا شو هاي المعلومات اللي بيعطيني عنها، اللي بيعطيني اياها اللي هو النمبر، نمبر هاي الخلايا، التايب نوعها، السايز، الشيب، كمان بيعطيني بعض الفيزيكال كاركترستكس اللي هي بعض الصفات الفيزيائيه. اي ابنورماليتيز موجود يلاحظ من خلال السي بي سي. طيب ليش بنعمل هذا الفحص؟ هذا الفحص بنعمله لنتأكد أو لنحدد إنه هاي يعني بشكل عام الحالة الصحية منيحة، general health status and to screen for a variety of disorders، مشان نشخص بعض الأمراض أو أمراض متنوعة مثل الأنيميا والإنفكشن. ليش طيب بنعمل هذا الفحص؟ هذا الفحص بينعمل كجزء روتيني من الفحوص الطبية أو لما الدكتور بيحدد أو بيطلب هذا الفحص. sample required، شو هي السامبل أو العينة المطلوبة لهذا الفحص؟ أكيد عينة الدم ومسحوبة من الفين بالأرم، من الذراع. هلا red blood cells count is the actual number of red blood cells per volume of blood، both increases and decreases can point to abnormal conditions. يعني أي نقصان أو زيادة بcount ال red blood cells بيأشر لي إنه في abnormal conditions، في شيء مو طبيعي.
RBCs are normally بشكل طبيعي لازم يكونوا RBCs نفس الحجم ونفس الشكل، بس في أحيانا بتصير تغيرات، من ضمنهم الفيتامين B12، الفوليت ديفيشنسيز اللي هو B6 نفس الفوليك أسد، يعني بيكون في نقصان فيه بالفوليت، أو بالآيرون ديفيشنسي، وبشغلات تانية كمان رح نعرفها بالمادة كاملة إن شاء الله. هذا الشيء بيعمل تغير بالسايز او الشيب. طيب هلا بدنا نشوف قديش عدد الار بي سيز الموجوده بجسمنا، بيختلف ان كان ميل او فيميل. ان كان ميل من 4.7 ل 6.1 مليون ار بي سيز بير مايكروليتر، واذا كان فيميل رح يكون اقل ار بي سيز من 4.2 ل 5.4 مليون سيلز. طيب ليش، شو السبب انه الفيميل اقل؟ بسبب انه بتفقد blood loss through menstruation اللي هي البيريود every month. If there are insufficient normal RBCs present، إذا كان عندي RBCs normal طبيعية بس غير كافية، العدد غير كافي، فهذا بيرجح إنه المريض بيكون عنده أنيميا، فقر دم. كمان لما بيكون عنده symptoms أكيد أعراض مثل الفتيق، الضعف أو التعب والweakness. Much less frequently there may be too many RBCs، لما بيكون عندي كتير RBCs فمنطلق على هذا الشيء اسم الإريثروسايتوسيس أو البوليسايثيميا، يعني بيكون عندي RBCs كتير لسبب معين. هلأ مننتقل للمكون الثاني اللي هو White Blood Cell Count أو White BCs Count أو Leukocyte Count. حكينا عن White BCs اسمها Leukocyte أو White Count. شو يعني؟ إنه بعد White Blood Cells بير Volume، بحجم معين من الدم. High white blood cells cell count can lead to leukemia and infection. لما بتكون في عندي white blood cells عالية، هاد بيؤدي لحدوث اللوكيميا اللي هي سرطان الدم، أو الانفكشن لا سمح الله. Low white blood cell count will make the individual susceptible. هلأ لما بيكون عندي white blood cells كتير منخفضة، بتخلي الشخص هذا اللي عنده white blood cells low كتير، بتخليه سريع التأثر أو susceptible، حساس لبعض الأمراض، وأنه يفوت أو يغزو جسمه، ينغزى من قبل organism غريبة يعني مضرة للجسم. The normal white blood cell count is between من 4.8 ل 10.8 ألف white blood cells per microliter. هذا النورمال. هلأ ليش منعد ال white blood cells؟ If your doctor thinks that you might have an infection or a disease. إذا الدكتور حس أو شك إنه في عندك infection أو مرض، بيأثر على ال production of white blood cells، فإنه بيطلب هذا الفحص مشان يعطيك treatment مناسب. When to get tested، امتى نعمل هذا الفحص؟ هلا هو هذا الفحص جزء اصلا من السي بي سي، حكينا انه السي بي سي بضم الوايت بي سيز كمان كاونت، فهو بينطلب باكثر من سبب مثل ما قلنا، احيانا روتيني او بسبب امراض معينه، هذا الشيء بحدده الدكتور. هلا مثل ما قلنا انه الوايت بي سيز اصلا هم 5 انواع، فكمان في عنا فحص بيعمل لهم differential blood count white BCs اللي هو حساب عدد كل نوع من خلايا الدم البيضة. ليش؟ طيب بيعطيني صورة موضحة مشان أشخص المرض شو هو بالضبط. بالإنسان الطبيعي النيوتروفيلز عددهم من 3150 ل 6200، الليمفوسايت من 1500 ل 3000. هلأ مو ضروري نحنا أو مو مطلوب مننا نحفظ هاي الأرقام، بكفي إنه نعرف النسب. النيوتروفيل من حكينا من 60 ل 70%، والباقي مثل ما قلنا من شوي. هلأ في أجهزة ما بتعطيني النيوتروفيل بالضبط، شو هي الليمفوسايت، شو المونوسايت، شو الإيوسينوسايت. في أجهزة بس 3 باراميتر بيعطيني النيوتروفيل والليمفوسايت، وبيعطيني شيء اسمه ميكست اللي هو بضم المونوسايت والإيوزينوفيل والبيزوفيل.
واغلب بس اغلب الاجهزه بتكون 5 باراميتر، بيعطيني كل نوع من خلايا الدم البيضاء قديش نسبتها او قديش عددها. The hemoglobin test او بالعاميه بنحكي عنه اللي هو قوه الدم. دائما لما بنحكي انه شخص قوه دمه 17 او شخص قوه دمه 12، فهو هاد الهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين تيست بيقيس لي الاكسجين كارين كاباسيتي، قدره الدم او قدره الهيموغلوبين الموجود بالدم على حمل الاكسجين. The test is used to measure the severity of anemia. ليش بنستخدمه؟ لنقيس مثلا حدة الأنيميا اللي هي تكون too few red blood cells، يعني كتير قليلة، أو كتير عالية اللي هي البوليسايتيميا. Monitor the response to treatment of anemia or polycythemia، يعني مشان أراقب العلاج للأمراض الأنيميا أو البوليسايتيميا. help make a decision about blood transfusion، كمان بيعطيني من خلاله بقدر أو بعطي قرار إنه هذا الشخص بده نقل دم أو لا في حالات الأنيميا سيفير أنيميا، أنيميا الحادة اللي هي فقر الدم الحاد. لا ما when is it ordered، امتى بينطلب الهيموغلوبين؟ هو اصلا من السي بي سي، من complete blood count، complete blood count which is ordered for many different reasons، بينطلب لعده اسباب من ضمنهم اللي نشوف الحاله الصحيه بشكل عام. طيب شو النورمال هيموغلوبين للفيميل؟ من 12 ل 15 جرامز او جرام بير ديسيليتر. للميل من 14 ل 16. هلا ابوف نورمال هيموغلوبين، ليش احيانا بيكون الهيموغلوبين كتير عالي؟ الهيموغلوبين بنختصره بالاتش بي. ليش احيانا بيكون الاتش بي كتير عالي؟ شو الاسباب او من شو ناتج؟ مثلا بصير في بالجسم ديهايدريشن اللي هو الجفاف. هلا الفوليوم بلاد لازم يكون بنسب متساوية أو متناسبة، يعني البلازما بتتناسب مع الريد بلد سيلز مع الوايت بي سيز، يعني بنسب محددة. فلما بصير في ديهايدريشن يعني بقل بلازما، فلما قل بلازما شو رح يعوض الدم؟ بيعوض بتكوين الار بي سيز كتير عالي، فبصير عندي ار بي سيز كتير عالي، نتيجة الار بي سيز كتير عالي بيعلى الاتش بي الهيموغلوبين. excess production of red blood cells in the bone marrow لمرض معين مثل اللوكيميا مثلا. severe lung disease or other conditions، يعني بيكون في عندي مرض بالأمراض بالرئة، فهذا الشخص ما بيقدر ياخد أكسجين منيح، فإنه مشان أو بما إنه ال RBCs جواتها الهيموغلوبين، وهذا الهيموغلوبين اللي هو رح يحمل الأكسجين من الرئة لباقي أجزاء الجسم، فإنه مشان يعوض هذا نقص الأكسجين بصير الجسم تلقائي أو رد فعل من الجسم إنه يكون RBCs كتير. شو هم الحالات اللي بيكون below normal هيموغلوبين، أقل من الطبيعي الهيموغلوبين؟ نقص المعادن او الفيتامينات الداخله بتكوين الدم مثل الايرون والفيتامينات البي مثل البي 12 والبي 6 والبي 9 اللي هو الفوليت. كمان هاي الاسباب داخله تحت انه لما بيكون عندنا الاتش بي اقل من الطبيعي. الانهيريتد هيموغلوبين ديفكتس اللي هي مشكله بتصنيع الهيموغلوبين المورثه مثل السيكل سيل انيميا او التلاسيميا. السيكل سيل انيميا اللي هي الانيميا المنجلينيه. السيروسيس اوف ذا ليفر التليف بالكبد او الكدني ديزيز. هلا شو دخل الليفر والكدني؟ بيعطوني هرمون اسمه الاريثروبيوتين. هذا الاريثروبيوتين مهم لتصنيع الهيموغلوبين. هذا الشيء راح تعرفوه لقدام بالماده ان شاء الله بالتفصيل، بس المهم انكم تعرفوا انه في هرمون اسمه الاريثروبيوتين يفرز من الكدني والليفر. فاذا صار مشكله بالليفر او الكدني ببطل هذا الاريثروبيوتين ينفرز بشكل صحيح او تام او بنسبه منيحه للجسم مشان يكون الار بي سيز، فبقل عدد
RBCs، فنتيجة لذلك بقلل الهيموغلوبين بالجسم. excessive bleeding يكون كتير في نزيف أو كتير تحطيم للريد بلاد سيلز، لا كمان لأمراض معينة رح نشوفها لقدام. البون مارو فيلر أو الأي بلاستيك أنيمي اللي هو فشل بجميع بتكوين جميع خلايا الدم، بيكون في مشكلة بالبون مارو أو منسميها الأي بلاستيك أنيميا. cancers that affect the bone marrow، كمان الكانسر اللي بيأثر على البون مارو على نخاع العظم، ممكن إنه البون مارو هذه بطل يكون الخلايا الدم بشكل طبيعي فبقل ال HB. نيجي للهيموتوكريت أو ال HT أو ال HCT أو ال packed cell volume اللي هو ال PCV، إله ثلاث أسماء. تمام، هلأ هاد شو هو؟ هاد فحص بيأكد للجهاز بعد فحص السي بي سي، يعني هو confirmation سي بي سي device. كيف يعني؟ مشان أأكد إنه هاد والله هاد السي بي سي اللي طلع معي صح، هاد فحص السي بي سي طلع معي صح. كيف طيب؟ هاد بعمله عن طريق الكابيلاري تيوب. شو بقيس لي؟ بقيس لي الريد بلاد سيلز، نسبة خلايا الريد بلاد سيلز بالنسبة للدم كاملة، نسبة خلايا الدم الحمراء بالنسبة للدم كامل، عن طريق حكينا الكابيلاري تيوب. هاي الكابيلاري تيوب رح تشوفوها باللاب أو شفتوها، عن طريق جهاز السنتريفيوج بيفصل لي هذا الجهاز الدم حكينا لأجزائه، فبصير عندي هون الـ RBCs، فبجيب أنا المسطرة وبقيس طول الـ RBCs هدول على طول التيوب كامل، وبقسم بحط الـ RBCs بالبسط وطول التيوب كامل بالمقام وضرب 100% وبيطلع عندي نسبة الـ PCV. بحكي لي انه هون هو نفسه الباكت سيل فوليوم، بقيس السبيس اوف ريد بلاد سيلز برسنتج وبيعطيني اياها بالنسبة المئوية. طيب هلا اذا كان له الاتش سي تي بيأشر انه في ريدكشن نقصان بنمبر او السايز للار بي سيز، والزيادة نفس الشيء. الرينج فور ان افريج ميل الطبيعي يعني لازم يكون من 40 هون مو 42، من 40 تقريبا ل 52% ومن 36 حكي شو اخذناها، يعني الاصح انه تكون 36 ل 48%. طيب نقصان الهيموتوكريت بيأشر او بيدل انه في انيميا. كمان المرأة الحامل البريجنانسي بيرتفع عندها الفلويد بجسمها، اكسترا فلويد بصير، فبيرتفع عندها البلازما، فتلقائي رد فعل من الجسم رح ينقص عندي الار بي سيز، يعني بشكل طبيعي رح يكون عندي البريجنانسي، فبيكون سلايتلي يعني ملحوظ وغير ملحوظ تقريبا شوي نقصان بالهيموتوكريت. other conditions that can result، شغلات تانية ممكن انها تخلي الهيموتوكريت ينقص مثل حكينا الفيتامين والمعادن، نقصان المعادن، كمان البليدنج، النزيف، السيروسز، تليف الكبد او الماليجنانسز السرطانات. increased hematocrit resulted from dehydration. هلا زيادة الهيموتوكريت الـ RBCs ناتج من الديهايدريشن، عكس انه يكون في عنا اكسترا فلويد بالجسم. ديهايدريشن مثل تقريبا اسباب زيادة الـ RBCs او الهيموغلوبين نفس الشيء. it may reflect a condition called polycythemia، لما بزيد الهيموتوكريت البوليسايثيميا فيرا، person has more than the normal number of red blood cells، بيعوز هذا السبب انه يكون عنده مشكله بالبون مارو، هذا البون مارو عم بيصنع كتير ار بي سيز، او الاكثر شيوعا انه يكون في مشكله باللنج، بوظيفه اللنج انها ما عم بتادي او ما عم بتوصل اكسجين منيح للجسم، فنتيجه لهذا رد فعل من الجسم رح يصير في عندي زيادة بالار بي سيز مشان يعوض نقص الأكسجين الموجود. وهاي الحالة دائما بنشوفها بالناس اللي بيعيشوا بالهاي التيتيودز بالمناطق العالية. بالمناطق العالية بزيد هدول الناس
بشكل طبيعي يكون عندهم الهيماتوكريت عالي، لأنه بيكون في رد فعل من الجسم إنه بيكون في عندي نقص بالأكسجين عندهم. تقريبا الأكسجين بهاي المناطق بيكون نسبته أقل من المناطق اللي نحن بنعيش فيها اللي مو الهاي التيتيود. فنتيجة لهيك إنه الجسم بيعوض هذا نقص الأكسجين إنه يصنع خلايا دم حمراء. هلأ بنيجي للفحص السادس من السي بي سي اللي هو الام سي في، المين كوربسكولار فوليوم. هذا الفحص المين كوربسكولار فوليوم بقيس لي حجم الار بي سيز. كيف بحسبه؟ البي سي في او الاتش سي تي اللي هو الهيماتوكريت على الار بي سيز، عددهم يعني على عدد الار بي سيز ضرب 10. وحدته فيمتو ليتر، اللي فيمتو اللي هي 10 سالب 15. بيمثلوا او بيحكوا عن حجم الار بي سيز مايكرو او نورمو او مايكروسايتك او ماكروسايتك، مايكروسايتك او نورموسايتك او ماكروسايتك. مايكرو لما بتكون حجمهم اقل من الطبيعي، لما بيكونوا اقل من الطبيعي بيكون بسبب انيميا، بسبب هاي الانيميا سببها نقص بالحديد، او بيكون مو انيميا بيكون تلاسيميا. هلأ الماكروسايتك اللي بتكون حجمها أكبر من الطبيعي كمان أنيميا بسبب نقص البي 12. طيب الام سي اتش اللي هو المين كوربسكولار هيموغلوبين. الام سي اتش هو حساب كمية الهيموغلوبين داخل الار بي سيز. كيف بنحسبه؟ الهيموغلوبين على الار بي سيز واحد بيكوغرام بير سيل. سينس ماكروسايتك ار بي سيز ار لارجر، هلا الماكروسايتك هي اكبر من المايكروسايتك او النورمال طبيعيه، الار بي سيز طبيعيه، فانه من البديهي انه الماكروسايتك انها تكون فيها الام سي اتش يكون اعلى فيها. مايكروسايتوسيس اور هايبوكروميا كان ريدوس ذا ام سي اتش. مايكروسايتوسيس يعني انه حجم اللي هو الام سي في مثل ما قلنا قبل شوي، يعني حجم الار بي سيز تكون اقل من الطبيعيه. الهايبوكروميا هو مصطلح يطلق انه لما بيكون الام سي اتش اقل من الطبيعي، يعني نسبه الهيموغلوبين بهي الخلايا اقل من الطبيعي. الام سي اتش سي المين كوربسكولار هيموغلوبين كونسنتريشن هو بيقيس لي نسبه الهيموغلوبين داخل كل خليه من خلايا الدم الحمراء. كيف بحسبه؟ الهيموغلوبين على البي سي في هو جرامز بير ليترز. الهايبوكروميا مثل ما قلنا انه هي نتيجة انيميا مثلا، او هون مكتوبة decreased MCHCC iron deficiency anemia او تلاسيميا. الهايبركروميا اللي هو وجود خلايا الدم الحمراء مع abnormal increased cell hemoglobin، بيكون الهيموغلوبين عالي كمان نتيجة خلل معين بالبون مارو مثلا أو سرطانات لا سمح الله. الـ RBC distribution width اللي هو آخر شيء وآخر سلايدة من الشابتر اللي هو الـ RDW. هون بيقيس لي معدل التغير بحجم الـ RBCs. كيف بيتغير حجم الـ RBCs؟ هلأ بشكل طبيعي لازم تكون standard size، الحجم يكون standard، بس بأمراض معينة بصير في تغير بالحجم. فلما بيزيد الـ RDW معناته بيأشر أو بيدل أنه في زيادة كبيرة بحجم أو بتغير معدل تغير حجم الـ RBCs. هلأ هون حاط لي كيف بحسب الـ RDW. هون بيقول لي إنه the higher the RDW the more variable the size of RBCs، حكيناها. بيساعد إنه يشخص يعني الأنيميا، يعني كل أنيميا شو سببها من خلال الـ RDW. مثلا في أنيميا شو سببها الـ Iron Deficiency، في الـ B12 Deficiency، في عنا كتير أنيميا. كمان بيشخص التلاسيميا
من الايرون ديفيشنسي، بفرق لي بين الايرون ديفيشنسي انيميا والتلسيميا. هلا المعدل الطبيعي الار تي دبليو انه يكون 14.8. هلا هون بيقول لي انه اذا كان 27 فبيكون عندي ماركت ريتيكولوسايتوسيس. بشوف بالبلد سمير ريتيكولوسايتوسيس. شو يعني ريتيكولوسايتوسيس؟ هذا المصطلح يطلق لما بيكون في عندي خلايا اماتور بالبلد ستريم. وهيك بنكون خلصنا الشابتر، يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا.